بسم الله الرحمن الرحيم. احتفالا باليوم العالمي للمرأة يصادف كل سنة التامين المصري كل سنة، ارتأت جمعية المحامي الشباب إلى أن تحتفل بهذا اليوم وتكرم جميع المحاميين الذين يتواجدون يعملون بمحكمة الحاكم تاع مدينة تازة وينتمون لهيئة المحامي بتازة تزامنا مع اليوم العالمي. وتضمن هذا اليوم يعني بعض المداخلات، كانت المداخلة الأولى تناولها الأستاذ الدكتور محمد بوشداق، وكذلك مداخلة للأستاذة المحامية زميلة، ومداخلة تاع السيد قاضي تحقيق المحكمة تاع السيناء بتازة، ومداخلة تاع السيد نائب وكيل العام الملك في موضوع المرأة بصفة عامة والمرأة المحامية بصفة خاصة. كان هذا النشاط يهدفه أولا إلى الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ثانيا إلى تكريم جميع المحاميات الذين أفنوا كل الوقت ديالهم في الدفاع عن المظلومين وفي تكريس ثقافة حقوق الإنسان وسمو المواثيق الدولية واعتبارها واعتمادها في المحاكم المغربية. وكذلك كانت هذه المناسبة لأجل تذكير بالإنجازات التي تقوم بها المرأة المحامية وبكل الإكراهات التي تطالها في العمل اليومي التي تقوم به. فقد عزمت جمعية الآن محامين بالمغرب أجهزتها لإحداث منتدى المحامية المغربية، وذلك من أجل ضمان مشاركة المحامية في تدبير الشأن المهني تجسيدا لمفهوم المساواة، وذلك في إطار التمكين للمرأة تمكين المرأة المنصوص عليه مقتضيات الدستور الجديد. إن هذه المبادرة تهدف إلى ضمان ممارسة المحامية لحقها في المشاركة المتوازنة مع زملائها المحامين في تدبير الشأن المهني، وذلك في أفق المناصفة وتعزيز تواصل المحامية مع المؤسسات المهنية المختلفة والأعمال في الحريات، وكذا إبراز قدراتها العملية والإبداعية والتواصل وتعزيز دورها في تطوير الثقافة الحقوقية والدفاع عن المساواة بين الجنسين. اختمت بترشيحي للملف بشؤون التمرين في مكتب جمعية المحامين المغرب، جمعية اتحاد المحامين المغرب، وفزت بهذا المنصب ليس بقدرة وإرادة خاصة لكن بدعم من السيد النقيب وزملاء النقباء وكافة أعضاء مجلس محليا وبعض الهيئات على مستوى الوطن. أرجو أن لا تكون أنشطة جمعية محامي الشباب بتازة موسمية، وإنما تتعلق بما هي تعج به الساحة المهنية من مستجدات شريرية. 25 أكتوبر 1917 ينص على أنه لا يمكن أن يقبل لدراسة القانون إلا البريطاني من جنس ذكوري، وفي نفس الوقت فإن إيوا في الولايات المتحدة الأمريكية كانت أول ولاية قبلت أول امرأة لولوج كلية الحقوق سنة 1869، إلا أن الملاحظ كذلك أنه في سنة 1920 وبمجموع 120 معهد القانون 19 منهم كانت ولا زالت مقفلة في وجه النساء. منذ عشرات السنين تزايد الاهتمام بموضوع إنصاف المرأة والمساواة بينها وبين الرجل في المشاركة في ماذا؟ في إدارة الشأن العام والنفاذ إلى الخدمات والمرافق العامة، إثر تنامي الوعي السياسي وانتشار ثقافة المواطنة والحقوق الحرية العامة والفردية. المغربية بصفة خاصة
أحدث بعض تحدث زميلة أستاذة كريمة الهواري منذ قليل عن لم تعرف هيئات المحامين المغرب نقيمة. ما المانع؟ المانع ليس قانونيا، القانون لا يمنع من ذلك، ولكن تساؤل والأستاذة كريمة الهواري ولزميلاتي في القاعة، هل أنتن تصوتن للزميلات المترشحات؟ لأن منصب النقيب هو منصب كفاءة وليس منصب جنس. حنا اللي كنبغيو نديرو منصب نقيب أو نقيبة لا نتحدث عن المرأة أو الرجل، نبحث عن كفاءة تتحمل المسؤولية. ولكن أنا على يقين، وأنا منذ ما يزيد عن ربع قرن وأنا أعيش فترة الانتخابات، الزميلات لا يصوتن للزميلات. وأنتن تعرفن ذلك. فإذا لا تتحدثن عن المناصفة لأن المناصب، وأنا ساسمحوا لي نعطيكم بعض الأمثلة اللي هي بديهية. حينما نكون أمام مناصب هل نبحث